السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات آخر العنقود. احنا النهاردة كده في المترو بتاع حلمية الزيتون. يبقى رايحين فين؟ رايحين المطرية. في طريقين انتوا كده عرفتوهم، هتركبوا مترو تنزلوا المظلات، تاخدوا عربية رايحة المطرية تنزلك الآخر لغاية المستشفى بتاعت المطرية، السوق هناك، او تنزلي محطة الشهداء تبدلي اتجاه المرج وتنزلي حلمية الزيتون وتاخدي توك توك من على الشارع بره ينزلك برضو عند سوق المطرية عند مستشفى المطرية، وتاخدي بقى جولة كده حلوة جوه السوق. وصباحكم فل، والساعة دلوقتي 7، نازلة من البيت 6 عشان اقدر اوصل بدري كده. دعوة حلوة بقى من قلوبكم. بصوا يا بنات، احنا كده وصلنا عند مستشفى المطرية وبرضو عند باب العيادات الخارجية زي ما انتم شايفين اهو. ده كده المستشفى، هو ده السور بتاعها. الاتجاه التاني في محل رشدان وحواء، بعد رشدان وحواء في شارع كده هندخله وهنروح عند احمد هدهد نشوف مفارش الجبلان الجديدة اللي عنده ايه. يا جماعة دي الساحة بقى اللي انا بقولكوا عليها، بصوا وسعها. هتلاقوا بقى عم ابو احمد هناك اهو بتاع الستاير، وسومة بتاعت الفسكوز هناك اهي، واحمد هدهد واقف الاتجاه ده. احنا كده في السوق بتاع المطرية يوم الخميس. بصوا الساحة دي كلها قماش، قماش تنجيد بقى على قماش حاجات كده. تعالوا نشوف احمد جاب ايه، اصوره وهو اجي اللوتو ماي بتاع السرير اللي انا صورتها لكم قبل كده موجودة عنده. هنعرف سعرها ايه والنوع بتاعها ايه. هي عاملة زي الجبلان، تقيلة تقيلة. عرفت جد مصلحة ولا لا؟ اشتغل افرد افرد. ده الشكل، الشكل بتاعها اهو. صلاه النبي، صلاه النبي يا مدام. حلو الشكل بتاعها اهو. بخداديات ولا من غير؟ خداديه. انا خدت 2 خداديه. وايه؟ 2 خداديه؟ 4 خداديات؟ 2 خداديه و2 كشن صغير. يعني 2 خداديه كبيره و2 كشن صغير. وريهم لي. طب خداديات في ايه؟ ماشي، هو يورينا شكل شكل وبعد كده يورينا خداديه. ماشي. صلاه النبي، صلاه النبي. بيبقى يا جماعه تواب كده زي ما انتم شايفين، فيها المفرش ووراه الخدادياب بتاعها. خش على المستورة، خش على الجبلان يا باشا. هو شبه الجبلان التقيل قوي. شبه الجبلان التقيل قوي بتاع المفارش. الخامة بتاعته اهي. عشان ما بقاش. ايه الحلاوة دي يا باشا؟ خش على الحلاوة والشقاوة. فين الخداديات؟ انا عايزة اشوف الخداديات. دي خداديات، دي خداديات اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي كوشن. طب دي كوشن، فين الخداديات؟ بصوا يا جماعه دي حافظة سجاد برضو، مفيش منها يعني. دي اخر قطع هي ونصيبها بقى اللي هتاخدها. بس انا هنزل لكم بالايه، بالمشيه بتاعتها. لا يا راجل، دي حافظه السجاد. لا افرز حلو يا علي بالله عليك. اللهم صل على النبي. انا ماسكه يا اخويا من غير ما امسك ده، اللي هتشيلها دي ايه؟ فين المشيه بتاعتها دي انت بتقولها دي؟ ايه ده؟ دي المشايه، شايفين يا بنات؟ دي مشايه. ودي كده الحافظه. حلوه قوي دي، حلوه قوي 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 دي. خامتها تقيله جدا. بصوا دي المشايه بتاعتها عامله ازاي. اهي المشايه عرض متر، ده عرض متر، ده اعرض من متر. بصوا مش عارفه اجيبها يمين ولا شمال، المهم ده الطول بتاعها اهو. بصوا الحافظه بتاعتها اهي، ما شاء الله سعرها تحفه، سعرها تحفه. ما شاء الله دي جميله قوي. 450، 450. تعالوا بقى اتفرجوا معانا على الجميل. في ناس بتستخدمها حافظه كمان، شايفين؟ ممكن تستخدم حافظه فعلا. لا بس الحافظه اللي احنا شفناها حاجه ثانيه. بصوا جيب الخداديات بتاعتها دي، لا في مفارش بخداديتين وفي مفارش بخداديتين وكوشنين. تمام؟ بكام بقى؟ ب 250. دي 250 اللي بالاثنين كوشن والخداديات، برضه ب 250. هو ورز الزبون بقى، هو ورز الزبون. لا هو واختيار الزبون. بصوا دي الخداديات اهي بتاعتها.
لو سمحت لو خدناها حافظة بس بكام؟ حلوة أوش أخد هديتها جميلة وكبيرة كبيرة. بصوا يا جماعة عالية هو عشان تعرفوا شكله هما الناس دي مش عايز تتصور. بصوا عم أحمد عمال يهرب عمال يهرب ومهاجر هنا اهي وبرضه مهاجر مش عايزة تبان مش عايزة أبينها. دي الفرشة بتاعت مهاجر بتاعت السوق بتاع سيد مكي اللي عندها العبايات المطرزة. واجي الفرشة قدام أحمد أهو تمام عشان أحمد بقول لك مش عايزة أتصور هو يا جماعة عشان تعرفوا شكله عشان تعرفوا شكله بيعكسوني بقى شغلوه بيعكسوك يا عم أحمد. دي كوفيرتا طب استناني بقى هي نص ونص يعني ده الخط بتاعها لغايه هنا دي اخر الكوفرتا. الله ينور عليك دي اخر الكوفرتا. وريني بقى اللي هناك ده اللي انت عندك ده هات كده دي الخداديات بتاعتها الخداديات فيها الفروع زي بتاعت الكوفرتا بالظبط. ايه الشغل الجامد ده تمام في الوان منها ورينا الالوان بتاعتها في من الشكل ده خمس الوان بس انت عندك النهارده لونين بس. طب ورينا اللون الثاني ايه ده ظهر ولا وش ده ظهرها في ناس بتعملها على الظهر على فكره. وريني بس كده نوريهم ظهرها عشان في ناس كتير قوي يقولوا لي ورينا الظهر. طب تصدق انها تمشي على الوشين انا واخده منك مفرش قبل كده مشي معايا على الوشين ودي برده مشيت على الوشين. لا دي تمشي على الوشين يا عم ماشي بس انا عشان ما فيهاش خطوط. لا تمام لا حلوه قوي دي عايزنا قاعده فاتح جميله اهي اللي عايز فاتح يحطه واللي عايز غامق يحط. دي مفرش سرير اهو برده حلوه قوي الخداديات بتاعتها ده الشكل بتاعها بتبقى نص ونص نص ونص. بعدين يمشي سرير كبير ويمشي اطفال. انت مش سرير كبير وتمشي اطفال تمام. دي برده بكام؟ ب 200 جنيه ب 200 جنيه الخداديات بتاعتها ماشي. بصوا بقى المفاجاه بتاعته النهارده عنده مفرش متقفل جاهز. بصوا ده شكل المفرش اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا التقفيل بتاعه ده اللون الثاني عليه ده التقفيل بتاعه محطوط له زي بيه كده من على الحرف في الاربع جوانب. وريني بقى الخداديات دي بتوعه يا علي شكله حلو قوي ده برده متقفل الظهر بتاعه اهو متقفل يعني تاخدي مفرش متقفل جاهز على على الفرش على طول. اجي الخداديتين اهو بكام بقى ده متقفل يا عم احمد؟ 250 250 يا بلاش هي بتجيله كده مش هو اللي متقفلها. انا لسه بساله قال لا ده هي بتجيلي كده مش بتتقفل. ورينا بقى الكوفرتات اللي عندك دي زي المره اللي فاتت يا علي كده على السريع. مش كوفرت دي ماشي اللي عايز ياخدها يحطها اي حاجه على الكنبه يحطها على الكرسي اي حاجه. ده القطن بتاع زمان ايه بيه ده كوفرتة اطفال وشراشيب اهي من الجنبين. ايه دي وريني كده خامتها 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 زي اللي انا قلت لك ممكن نعملها حافظه سجاد على الوشين. احلى حاجه عنده ان هو كل حاجه بتمشي على الوشين عنده. هات لي البامبا ايوه دي نولهاني كده. بصوا يا شباب قطيفه جميله حلوه قوي دي قطيفه قطيفه. انت عمال تبهرنا انت عمال تبهرنا هنعمل ايه؟ دي لوحديها كده يا عم احمد؟ بكام بقى لوحديها دي؟ لوحديها كده انا ببيع ب 200 بس عشان خاطر انت ب 175 175 للي يجي عشان خاطر انا. بصوا دي كوفيرتا اهي دي بكام يا عم احمد قلت؟ 150 دي قطنه اهي. ادي علي ده دي علي ايه ده هي دي فسكوز؟ انت بتقول لي دي ايه دي؟ زبده زبده دي القماشه بترقص لوحديها وشين وعلى الوشين تحس انها فعلا داخل لها فسكوز بترقص القماشه بترقص. ده على الوشين دي بكام بقى؟ ب 200 دي مقاس كبير قوي على فكره. دي ايه؟ بيكا تقيله مش بيكا خفيفه. بيكا تقيله تمام هي تقيله فعلا. بصوا البيكا بتاعتها اهي. جيب كام البامبا دي؟ 150 ايه؟ 150 150 يا بلاش خدي يا حبيبتي ادي علي ده حسب انت. دي ايه الحته دي الاطوال كان الخميس اللي قبل اللي فات كان عند واحده كانت واخده منها دي خامتها جميله قوي اهي من على قرب. بصوا ظهرها ووشها ما هي محشيه. بصوا تقسموها اتنين او كوفيرتا سرير كبير ومعاه الخداديات هي اطوال طويله هي هيقصوا منها يعملوا خداديات بس في شرايين ماشي بس هي كبيره كبيره قوي يعني سرير مترين دي ماشي. هي بقى لو حابه تاخد وشين خداديه تاخد منها.
دي حلوة قوي. كوفرتات برضو مقاسها كبير قوي. لون تاني اهي من الخامة اللي بقول لكم بترقص لوحديها، طرية جدا. ليه طيب ما احنا واقفين اهو لسه ما مشيتش يا علي. يا مدام يا مدام اللي ماشي على الارض الحال يا مدام اللي ماشي على الارض الحال العرض. لا حلوه دي، بصوا ليها رسمه من على الحرف ده، وبعد كده ليها رسمه من النص، واربع حروف فيهم الرسومات من على كل حرف. برضو دي كبيره قوي، كبيره جدا ب 200. اديها ظهرها كده يا لا يا عم. طب قول كده الحاجه اللي عندك بتمشي على الوش. نقول نقول وش كشمير ونص بيج، وش ووش اهو تمام. الله ينور عليك بصراحه، حاجه كده في منتهى الجمال. ورينا حلوياتك. دي بكام دي يا احمد؟ 150. هي دي يا دوب تقصوها. والله العظيم تلاتة احلى من الكابوتونية. تيجي تاخديها تقصيها على الانتريه وتعملي لها قاعده بقى ومناديل وكوشنات. دي جميله قوي للفكره اللي انا بقول عليها دي، لان كوفرت هتطلع صغيره وسرير اطفال بس. لا بس جميله. بصوا لو اتقطعت بدل الكابوتوني ظهر ووش يا جماله. بصوا جايب على فكره قماش ملايات استيراد، يعني مش من مصري. هتلاقوا الشكل لا موجوده في القاهره ولا حاجه، ده استيراد على فكره. الخامه دي جميله جدا، بصوا الشكل بتاعها. يا صلاة النبي ليها كنارة اهي. يا صلاة النبي. استنى يا علي افكها لك. بصوا الجمالة دي، الكنارة اهو من عند علي، وانت نازلة كده كل السرير بنفس الشكل ده. جميلة قوي دي. طب لو انت ب 20 جنيه المتر. ب 20 جنيه المتر. طب ما تلاقيب لك كده اللي ملهاش شكل يا علي ما تفرداش، ما هي كلها مية واحدة، هي رسمة واحدة كلها ريش بألوان. وايه وجاي مختومه، استناني بس نشوف الختم اللي فيها ده. جاي مختومه من على الجنب. استنى يا عم احمد. لا والله استنى، جاي مختومه. بصوا يا جماعه، لا بصوا يا جماعه دي الشكل ده حلو قوي. بصوا عشان ابين لكم ان هو فعلا استيراد مش موجود. دي ملايات. بصوا دي جميله قوي، ليها كنار من هنا وكنار من تحت. لا شكلها جميل قوي. جيم متر ب 20 جنيه عنده كذا شكل. بصوا الشكل ده برضو، القماشه بتاعتها حلوه انا مش عارفه اوصفها. بصوا ده البرسل بتاعها تمام، والقماشه بتاعتها حلوه حلوه، الخامه بتاعتها حلوه. مش عارفه اوصفها والله، بس ب 20 جنيه يا جماعه. اللي تيجي السوق هتمسك الحاجه بايديها هتقدر تحكم. انا عنيكم وكل حاجه، بس في ناس كتير بتحب تنزل الاسواق وتمسك الخامه بايديها، فدي الجدعه الشاطره اللي مش مكسله. بصوا برده في شكل اهو من القماش، كل القماش اللي عنده ده استيراد. المتر ب 20 جنيه. ب 20 جنيه جاي لك منها كذا لون مش لون واحد. بصوا دي لون بالساده. دي لون اهي، والثانيه لون اهي. بص دي لون تاني ودي لون تاني. دي زاهيه قوي، دي زاهيه قوي اهي. قولي يا ابله معلش. زاهيه وجميله وحلوه. اللون ده وعنده ساده اهو ب 20 جنيه برده. ده قطن على فكره، خامه ما تختلفش حاجه عن العمريه خالص، بس مع ان البرسل كده، بس والله الخامه حلوه حلوه. لا حلوه الخامه ب 20 جنيه المتر. بصوا يا جماعه القماشه ما فيهاش عيوب خالص، بس انا بقول لنفسي ليه يعني انها ب 20 جنيه، فلقيت الختم ده وقلت برده لازم انا ابينه لكم عشان يبقى في مصداقيه. مش مشكله الوصله، هي الوصله اصلا ربع متر، يعني هي ما جاتش حاجه درجه ثانيه، فانا عرفت ان هي ب 20 جنيه بس ما فيهوش غلطات. الا الوصله دي محطوط عليه التيكت، في عنده سكري سمون فستقي. والله حلوه العرايس، تكون على قد حالها وعايزه تجهز باسعار تكون كويسه. تيجي تشيل لها طقم طقمين القماش ده حلو قوي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده كراسي بس معهاش الكنب بتاعتها، يعني لا تلاقي كنبه لا تلاقي كرسي لا تلاقي رسمه تعمليها فورتريه. ايه اشرب شاي؟ ماشي اشرب شاي. دي ب 15. دي اللون اللي فايض من الالوان الباقيه، يعني هو كان جايب من الشكل ده بالذات كذا لون. بصوا برضو الشيفون ده فيه رسمتين برضو. ده على فكره تركي. دي حلوه قوي. ده تركي. بكام بقى دي؟ 30 جنيه. 30 متر؟ اشكال من التل بتاعها فعلا مختلف عن التل بتاعنا هنا. ده تركي ده. تصدير برضو.
تصدير ده من ده. بصي المدرب بتاع مقبول. دانتيل تركي 150. الفله ذهبي. ايه الفله ذهبي 150 جنيه المتر يا صلاه النبي. ده توب على فكره. ده تواب اللي انا فيها دي. دي تواب عنده المتر ب 30 اللي هو فرده ده. الله. في اشكال تانية الصبح بس خلصت. بكام دي؟ نفس السعر 30. كله مستورد على فكره. طيب انت عندك كده 3 هم على 30 وشفنا 3 الوان على 15. في اشكال تانية بس خلصت هتيجي الاسبوع الجاي. تمام ماشي. ودي الفرشه كده بتاعت احمد هدهد بالاشكال فيها كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكفايه عليكم كده.